تعال اقولك، لو انت من اسكندرية وخصوصا لو رحت شارع العطارين جنب سلطان الفسيخ، هتلاقي مصمت جامد هناك اسمه الصفتي، بيعمل حاجات جامدة جدا. هو مصمت مشهور جدا في اسكندرية، وده كان المنيو بتاعه، والاسعار عنده جميلة جدا. وانا بصراحة كنت جعان فطلبت بقى شوية اكل، وطلعنا الصالة بتاعته. الصالة دي يا جدعان في الدور الاول عنده، وكان فيها الديكور زي ما انتوا شايفين، ودول اصحابي جايين ياكلوا. سيبوكوا من صحابي وركزوا في الديكور، حاجة من الطراز القديم بتفكرنا بحاجات زمان. تعالى معايا لما نشوف الاكل اللي نزل شكله عامل ازاي. بجد الناس اللي هناك محترمه جدا، وشايفين منظر الاكل، ممبار وكوارع وشويه عكاوي يستاهلوا بقك. انا بصراحه سميت ويلا بينا نجرب الفته. الفته الاسكندراني عندهم رهيبه. جربت كمان ورق العنب والممبار والكوارع، حاجه طرش. عندي شوكه الحته الكوارع دي، ايه طعمها جامد يا جدعان. وده صاحبي اسمه موندي بيعرف ياكل الحاجات ديت. بعد ما نسف الاكل عرف انه كان بياكل لحمه راس، وكان هيعيط يا جدعان. مش عايز اقول لكم، من حلاوه الاكل الاطباق كلها اتمسحت ما شاء الله. بجد الناس محترمه جدا. وعايز اقول لكم بعد كده هنقفل اليوم بسبرايت دايت يا جماعه. سبرايت دايت بس عشان ما نتخنش، الدايت اهم حاجه في اليوم ده كله. سلام.